أعزاؤنا المشتركين الكرام، نشرح لكم في هذا العرض المرئي الأسباب الرئيسية لارتفاع فواتير الكهرباء في أشهر الصيف مع بعض النصائح الهامة لترشيد الاستهلاك. تشير الإحصائيات إلى أن فواتير الكهرباء ترتفع في أشهر الصيف، وقد تصل الزيادة إلى الضعف عنها في فترة الشتاء، وذلك بسبب زيادة استخدام أجهزة التكييف التي تعتبر من أكثر الأجهزة المستهلكة للكهرباء بما يقارب 70% من قيمة الفاتورة الشهرية، خصوصاً مع وجود نظام شرائح معمول به، كلما زاد الاستهلاك ينقلك إلى شريحة استهلاك أعلى. مثال على ذلك، إذا كان استهلاك المشترك في فترة الشتاء بمتوسط 30 ريال شهرياً، فإن من المحتمل أن تصل فاتورته في فصل الصيف إلى متوسط 60 ريال شهرياً. إليك بعض النصائح لتساعدك في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفواتير. تأكد من الصيانة السنوية لأجهزة التكييف وتنظيف مرشحاتها بين الحين والآخر. اضبط أجهزة التكييف عند درجة حرارة لا تقل عن 23 درجة مئوية، وذلك لأن الجهاز لن يستطيع بلوغ درجة حرارة أقل بسبب الحرارة الشديدة. تأكد من إغلاق النوافذ والأبواب أثناء استخدام أجهزة التكييف. عند شراء جهاز تكييف جديد، احرص على شراء الحجم المناسب للغرفة، بالإضافة إلى مراعاة شراء الأجهزة الحاصلة على نجوم الجودة للترشيد في الطاقة. استخدم مصابيح الـ LED الموفرة بدلاً من المصابيح العادية التي تستهلك أضعاف الطاقة. افصل الكهرباء عن السخان الكهربائي في فصل الصيف حيث تقل الحاجة إليه بسبب حرارة الجو. نسعى دوماً إلى خدمتكم بشكل أفضل. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني www.medcoman.com.